هذا الأداء المميز وشوطنا الرابع عشر من تمت انطلاقته بعون من الله تعالى وتوفيقه. الشوط الرابع عشر الخاص مشاهدينا ومتابعينا الكرام هنا أيضا بالإذاعة البكار المهجنات الأصايل لأبناء القبائل على أرضية هذا الميدان. نتابع هذه المجريات، ننطلق بالتحدي، ننطلق بالإثارة، ننطلق بمسيرة هذا الشوط بهذه الأعداد المتواجدة بهذا الانطلاق المميز والتحدي والجميل. نتابع هذه المسيرة، نتابع الصدارة ونتابع المقدمة والمركز الأول وصدارة هذا الشوط. من تسيطر على زمام الأمور وعلى صدارة وعلى المقدمة والمركز الأول القادمة هنا صوغة لسيد أحمد بن سعيد بن سيف بن معضد المشغوني، من تأتي على صدارة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني المركز الثاني جبارة سالم بن مسلم بن غنزول العامري، من تأتينا على ثاني المراكز. وفي المركز الثالث، المركز الثالث والمنطلقة هنا الهدة أحمد بن بطي بن سيف السبوسي، من ينطلق مع الهدة في هذا الانطلاق الجميل والتحدي. هناك تدخل آخر في هذه اللحظات، تدخل جميل بهذا الأداء المميز. نتابع هذه المسيرة وهنا تأتينا ملوح أحمد بن خميس بن مغير لخيالي، ونتابع التسللات الواردة هنا وتأتي غلا فرحان بن علي بن مصلح لحبابي، من تنطلق بهذا الأداء. خامسا وفي المركز السادس تأتينا سمحة للسهيل بن عويضة بن سهيل لخيالي. وفي المركز السابع، المركز السابع والمنطلق الضبي حمد بن سالم بن هضع الشريفي، من يأتينا هنا وشاب مع الضبي بهذه الانطلاقة المتميزة. بينما المركز الثامن، المركز الثامن والمنطلقة على ثامن المراكز نوف حمد بن عبد الله بن محمد النعيمي، والوصول ايضا هنا من مطيلة محمد بن مطر بن محمد الرميثي القادمة بهذا الأداء الجميل، والوصول من قبل هنا عز الطلب خليفة بن سالم بن سعيد بن حلوقة، من يأتينا وشعار بن حمودة من الجانب الآخر، تتسلل أيضا بكل عنفوان هذا التسلل الجميل هنا. والقادمة أريام علي بن حمودة بن علي الظاهري، من تسللت إلى المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى في الانطلاق والتحدي والإثارة بهذه الأسماء الجميلة. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، نعود إلى الهدة. من انهدت على صدارة، انهدت على المقدمة، انهدت على المركز الأول أحمد بن بطي بن سيف السبوسي، من انهدت على صدارة هذا الشوط كما انهدت هناك على أرضية ميدان الشحانية أيضا ونالت الفوز والناموس، ها هي هنا تنهد مرة أخرى لكي تحصل على نقطة جديدة في رصيدها. المركز الثاني، المركز الثاني هناك بن معضد قادم في هذه اللحظات من قبل صوغة أحمد بن سعيد بن سيف بن معضد المشغوري، ومن الجانب الآخر أرى تسلل جميل أيضا في هذه اللحظات. والقادمة مساندة أحمد بن سالم بن حمود العمي، هنا ايضا الحميري بن سالم بن حمود العمري مع مساندة من الجانب الاخر ملوح، تأتينا احمد بن خميس بن مغير لخيالي رابعا. وفي المركز الخامس، المركز الخامس والقادمة هنا ايضا روايع تأتينا بهذه الانطلاقة لحمود بن سالم بن حمود العمري ايضا بهذا الانطلاق والتحدي. الوصول في هذه اللحظات من شعارة ايضا بخيس بن علي بن مطر بن علوان الاكتبي مع المسك القادمة بهذا الأداء الجميل والتحدي والإثارة. مشاهدينا الكرام امطينا من الجانب الآخر لمحمد بن مطر بن محمد الرميثي،
هناك الوصول في هذه اللحظات من جبارة سالم بن مسلم بن غزول العامري من تنطلق على هذا الأداء الجميل هنا على المركز الثامن والوصول الوصول الوصول من الضه هنا أيضا القادمة يا سلام يا سلام يا سلام القادمة في هذه اللحظات هنا تأتي أريام خليفة بن عبد الله بن لاعد الحميري أيضا من وصلت وتسللت في هذه اللحظات يا سلام يا سلام نعود إلى الصدارة نعود إلى المقدمة نعود إلى مساندة من انطلقت على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول مساندة مساندة لحميدي بن سالم بن حمود العمري من تنطلق في هذه الأداء الجميلة على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول المركز الثاني تأتي أريام خليفة بن عبد الله بن ياعد الحميري الهدى على المركز الثالث هنا المنطلقة أحمد بن بطيب السيف السبوسي ركز ركز أيضا يا أبو سيف ركز على هذا الأداء الجميل والتحدي بن علوان قادم مع المسك 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 أبخيت بن علي بن مطر بن علوان لقتبي من يأتينا في هذه اللحظات الوصول أيضا هنا من الشاهيني عبد الله بن سالم بن حزيم الفلاسي الشاعر قادم بكل قوة حشيمة أحمد بن الشيبة بن صالح المزروعي وهنا النعيمي أيضا قادم فهد بن حسين النعيمي مع الظبي بهذا الأداء المميز وشعار بن زايد من الجانب الآخر في هذه اللحظات ولكن نكتفي نكتفي نعود مع أريام على الصدارة أريام على المقدمة تفتتح الكيلومتر الأخير أريام أريام خليفة بن عبد الله بن ياعد الحميري على الصدارة على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط المركز الثاني الهدى على المركز الثاني الهدى الهدى لأحمد بن مطيب السيف السبوسي من تنطلق على المركز الثاني والمسك في المركز الثالث للسيد بخيت بن علي بن مطر بن علوان نكتبي ولكن نعود نعود لأهالي سويحان نعود لأهالي مدينة التراث نعود هنا إلى الصدارة نعود مع أريام المسيطرة على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المركز الأول خليفة بن عبد الله بن ياعد الحميري على هذا الأداء الجميل مشكور يا محمد بن عبد الله يا بن ياعد على هذا الأداء الجميل سلام سلام لسويحان سلام سلام وتحدي لأهالي مدينة التراث على هذا الأداء الجميل والتحدي سلام على هذا الأداء الجميل سلام ناهل أيضا هناك بهذا التحدي الجميل والمميز تهانينا الخليفة بن عبد الله بن ياعد الحميري على فوز أريام بالمركز الأول ولحظة وصولها إلى خط النهاية شكرا أيضا يا محمد بن عبد الله يا بن ياعد على هذا الأداء الجميل تهانينا والناموس والسلام عبد الله بن خليفة بن ياعد أيضا على هذا الأداء المميز الهدى في المركز الثاني أيضا من أهالي سويحة أن أحمد بن مطيب السيف السبوس المركز الثالث وصلت هنا أيضا حشيمة أحمد بن الشيبة بن صالح المزروعي ومن الجانب الآخر من وصلت هناك أيضا مزنة العبد الهادي بن راشد بن شير المري وفي المركز الخامس لفهد بن حسين النعيمي وصلت على المركز الخامس هذه هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى دعناها على حضراتكم نعود مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى التوقيت الزمني أيضا يا الهواري بهذه الإبداعات المتميزة هنا ولحظة تسلل هنا أيضا أريام إلى خط النهاية معلنة الفوز والناموس 9:20 تسعة من الأجزاء من الثانية تهانينا الخليفة بن عبد الله بن ياعد الحميري على هذا الفوز السلام لأهالي سويحان الهدى من أتت في المركز الثاني لسيد أحمد بن مطيب السيف السبوسي أيضا السلام لأهالي سويحان 9:24 ثلاثا من الأجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني بينما صاحبة المركز الثالث مشاهدينا ومتابعينا الكرام من وصلت هناك أيضا حشيمة حشيمة للسيد أحمد بن الشيبة بن صالح المزروعي 9:25 ثمانية أجزاء من الثانية تهانينا والناموس التواصل يستمر مشاهدينا الأعزاء والانطلاقات أيضا تستمر خلال